لذلك الله رفع الحسين، أعطى له مكانه. اللي يشوف العالم كله الآن هذا يقول حادي، ذاك يقول مو حادي، هل هيجاني عند الناس؟ ليش؟ لأن للحسين مكانة ودرجة لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. شو يقول الإمام علي بن موسى الرضا؟ يقول: إذا دخل الحادي من محرم نظرت إلى أبي. من أبوه؟ الإمام موسى بن جعفر. يقول: نظرت إليه بين باك وحزين ولا أرى الابتسامة عليه طيلة هذه الأيام. نقدر نسوي هذا العمل؟ ها؟ نقدر في 10 أيام محرم، هاي العشرة القادمة، أقدر أبطل المزح أقول إكراماً لسيد الشهداء؟ الإمام الصادق في طيلة أيام السنة لو كان يذكر الإمام الحسين، الإمام الصادق ما كان يبتسم بذلك اليوم أبداً، أي يوم من أيام السنة، مو في محرم، ترى في ربيع، في جمادة، في أي يوم من أيام السنة، أي يوم كان يذكر الإمام الحسين كان الإمام الصادق لا يبتسم في ذلك اليوم أبدا. لذلك تلاحظ أن أهل البيت كلهم يتألمون، ولما تقرأ زيارة الناعية، لما تشوف الإمام الحجة يحكي مع شيب الحسين، يحكي مع شفاه الحسين، يتكلم مع تلك الدماء، تلك الأعضاء المقطعات، شي يقول له؟ يقول له: فلأندبنك صباحا ومساء. يقول له: سيدي أبا عبد الله، احنا دموعنا هذه ما توقف عليك أبدا، وإنما ليلا صباحا كل يوم ننادي يا حسين، كل يوم هذا الحسين، الحسين يدعوكم إلى نصرته. يا شباب الحسين لا تقصرون في نصرة أبي عبد الله الحسين. الحسين قال: هل من ناصر ينصرني؟ هذا اليوم تنصرون الحسين. أنصر الحسين لما ألبس أسود، لما أحضر المأتم، لما أشترك في الموكب، لما أساهم بعمل خير، أي شيء. شنو تقدر تسوي؟ أقدر أشتري أنا قناني ما أشتري، أشتري عصير، أي شيء أقدر أساهم في خدمة سيد الشهداء. لا تنتظر أحد يقولك تعال ساهم، أنت بادر. ننصر الحسين حتى في الأنترنت، انصر الحسين حتى في أي مكان أنت موجود. هذا الحسين خلي في قلبك وطلع الحسين، لأن الدنيا بكت على الحسين دما. لذلك الإمام الرضا شو يقول؟ يقول إن يوم الحسين، شوف هذا الألم اللي دخل على أهل البيت، يقول: أذل عزيزنا. الله الله، يعني عزيز الإمام لقرح جفوننا، يعني من كثر ما بكينا على الحسين هذه الأعين كلها تقرعت حبا وبكاء على أبي عبد الله الحسين. وبعد سيدي يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر يقول: من بكى على جدي الحسين ولو مقدار جناح بعوضة غفر الله ذنوبه. يعني هذه الدموع إنما تطهير للإنسان. شي يقول الإمام؟ يقول: فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما.